اهلا بكم من جديد مشاهدينا. صراحه افضل ما شاهدته في البطوله العربيه هذا الفيديو. يعني تحيه كبيره جدا لطاقم العمل الفني والاخراج في قناه النادي الاهلي. صراحه الفيديو دوت يبين لك يعني جمال مصر. جمال ان انت تستقطب الاشقاء العرب وغير العرب. بلدك حلوه ازاي، جميله ازاي، في حاجات احنا ما كناش نعرفها في فيديو يعني قصير ما عداش الدقيقتين. شفت حاجات، جمال الصوره ونقاء المنظر الجمالي. صراحة أنا بناشد وزارة السياحة والناس اللي شغالة والقائمة على الغرف السياحية إن هم ياخدوا هذا الفيديو ويعملوا له بوست، وإحنا هنطالب برضو الأخوة عندنا في السوشيال ميديا إن هم يعملوا البوست على السوشيال ميديا، لأن أنت بتبين حاجات أعتقد إنها تعمل رواج كبير جدا جدا جدا. ولو أي واحد بره بس عمل ريتويت على تويتر أو عمل شير على فيسبوك لهذا الفيديو هتشوفوا حجم السياحه هتاتي ازاي. طبعا ضيوفي الكرام استقبلتهم، ضيفي العزيز الاستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا وكنت وحشتني. بكون سعيد جدا ان انا اكون موجود معاك ووحشني كتير يا كابتن فاروق. ربنا يخليك. ايضا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق، دائم التالق دائما معانا وان شاء الله دائما كده تستمر معايا فيه. ربنا يخليك، وسعيد بسعد دائما بالتواجد معاك، وسعيد طبعا بصديقي دكتور وليد. الاول قبل ما هتكلم في الرياضه، رايكم ايه في الفيديو؟ يعني الفيديو حاجه جميله جدا الصراحه. يعني انا كنت اعلق حتى لو سالتني سؤال مختلف كان لازم ابدا بالفيديو. الحقيقه هي نقول خطوه او مبادره من قناه النادي الاهلي والفنان اللي عمل الفيديو ده او المجموعه اللي اشتركت في صناعته، لان احنا محتاجين ده عن مصر. احنا محتاجين نصدر الصوره الكويسه عن بلدنا. احنا عندنا في حاجات حلوه كتير ممكن نلمعها وممكن نبينها. وحدث زي البطوله العربيه، لو فاكر لما كنا بنتكلم قبل الافتتاح خالص وكنا بنتكلم ان من اهم اهداف البطوله العربيه هو ده، هي الفكر او التجمع العربي وفكره كمان الترويج لمصر، السياحه واستقطاب السائح سواء عربي او غير عربي. النهارده في 200 مليون بيتفرجوا عليك، بيتفرجوا على البرومو، بيشوفوا جمال مصر. يمكن احنا مرينا باحداث كتير خلال الفتره القصيره او الطويله اللي فاتت، يمكن نسينا الجمال اللي موجود في البلد. الملح ترش على التورته زي ما احنا بنقول. احنا بقى بنشيل الملح ده وبنرجع بلدنا بشكلها اللي هو احنا ما بنجملش، هي دي بلدنا فعلا. فمحتاجين ان احنا نظهر الصوره دي. وفي اقتصاديات في العالم كله قايمة على الترويج ده. يعني تركيا مثلا بتعرف تعمل ده، أذربيجان راعت أتلتيكو مدريد وتقعد تعمل بوست لماليزيا. ماليزيا، دول كتير جدا في العالم بتعرف تسوق نفسها. تايلاند، احنا عندنا اوريدي. يعني احنا مش صانعين، احنا ربنا يعني منحنا جمال طبيعي وطبيعه خلابه واثار على كل العصور، من اول العصر الفرعوني مرورا بكل العصور لحد النهارده. فاحنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن نقدمها للعالم، او ممكن العالم يجي يتفرج. فليه ما نعملش حاجات زي كده؟ فانا بحيي اللي عمل الفيديو ده، وبتمنى انه يكون خطوه اولى وقناة الأهلي تكمل ده على مدار الفترة اللي جاية، وبقية القنوات أو بقية كل الوجهات الإعلامية تحذو حذو قناة الأهلي. أكيد أستاذ أحمد ليك رأي. بالتأكيد إحنا لما بنتكلم مع بعض أصدقائنا الأجانب بنتعب شوية إن إحنا نشرح عندنا إيه في مصر. هو يعرف الهرم، يعرف حاجات من النيل، حاجات التقليدية اللي بقالنا من أول ما تم اختراع الميديا في العالم وهي بيتم تناولها عن مصر. بنتعب إن إحنا نقول عندنا شواطئ حلوة وعندنا كافيهات حلوة وعندنا مقاهي شعبية وحاجات تاريخية. حاجه زي كده بتوفر مجهودنا، بتختصر. ادي ده فيديو، دي مصر. احنا يعني مصر فيها حاجه متفرده بيها عن العالم كله، ان دول كتير مثلا تركيا على اعتبار انها كانت مقر الخلافه الاسلاميه في اوقات طويله جدا، فالطابع الاثري فيها الى حد كبير بيعتمد على الاشياء التاريخيه التراث الاسلامي. تايلاند بتعتمد على الشواطئ بشكل كبير جدا. بعض كل دوله فيها شيء مميز ليها، لكن مصر الدوله الوحيده في العالم اللي فيها اكثر من ثلث اثار العالم من الحضارة الفرعونية ومن حضارات قبطية ومن حضارة الإسلامية ومن حضارة. مصر عندها شواطئ مبهرة، مصر عندها مناطق شعبية مبهرة، في سياح بيجوا خصيصا عشان يقعدوا في خان الخليلي، عشان يقعدوا في الحسين فاحنا فيديو زي ده بيقول ادي مصر بشواطئها بأهراماتها بنيلها بتراثها الإسلامي بتراثها القبطي. فأنا أعتقد ان هو عمل فعلا فعلا فوق الرائع، عمل
ممكن يتقدم زي ما قال وليد هدية من النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي للمسؤولين عن السياحة في مصر، ده هديتنا لكم من مؤسسة النادي الأهلي عشان تستفيد بيه مصر كلها مش بس جهة معينة. احنا زمايلنا كمان في السوشيال ميديا على صفحاتنا سواء فيسبوك سواء انستجرام سواء على تويتر هنعمل بوست لهذا الفيديو، وانا بناشد كل أهلاوي وكل مصري بيتفرج عليا دلوقتي اول ما تلاقي الفيديو اعمل له شير، لان انت كده بتساعد بلدك، انت بتساعد بلدك، بتوري الصوره الجميله اللي الناس ما تعرفهاش. الناس احنا هنا خلاص ما بقاش فيه ميادين محتشده، وما بقاش فيه الكلام دوت، ما بقاش فيه اللي بيحصل في الشوارع، الكلام ده انتهى. دلوقتي بقى فيه جمال، بقت فيه طبيعه، في طبيعه خلابه، فيها دعم للسياحة، في دلوقتي استقطاب للم الشمل العربي، مصر بقت حاجة تانية وفي مكانة تانية إن شاء الله. فأنا بناشد أن أنت تعمل بوست وشير لي هذا الفيديو، لأنه هيفرق كتير معانا في المرحلة اللي جاية. احنا محتاجين حركة ترجع مرة تانية.